مساكم الله بالخير أحبتي المتابعين. أتواجد الآن في منطقة تبوك وتحديدا في قرية بير بن هرماس على طريق حقل. أتواجد في أحد الكشكات طبعا على طريق حقل ويبيع فواكه. الحمد لله والشكر المملكة العربية السعودية من المناطق الغنية بالمزارع التي تنتج الفواكه والخضار، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ونحمد الله على هالنعمة. هذا الكشك ما شاء الله على طريق حقل ويبيع فواكه. شوفوا انتاج المزارع اللي في تبوك والمزارع اللي في المملكة العربية السعودية وما تنتجه من خير في بلدنا، والله الحمد هذا البلد الخير الذي أعطى الكثير لنا بخيراته ونعمته، والله الحمد والشكر. نشاهد هذا هنا، شاهد هذا البطيخ والشمام ما شاء الله تبارك الله، انتاج مزارع قريبة من بير بن هرماس ما شاء الله تبارك الله، من افضل الشمام اللي انا جربته صراحة. هنا نشوف العنب ما شاء الله تبارك الله، شوفوا العنب نعمة وخير ما شاء الله، شوفوا يعني انتاج طيب ويستحق صراحة يعني اننا نشتري. انا والله المحلات خاصة اللي على طريق حقل الكشكات هذه اللي تبيع، لا يمكن اني امر على حقل في رحلة او سفر من هذا الطريق الا امر عليهم واخذ منهم. اللي عندهم موجود سواء شمام سواء اي شيء فواكه امر عليهم واخذ منهم. حتى اسعارهم ما شاء الله تبارك الله اسعار يعني ما هي غالية، بسيطة جدا ومناسبة. شوفوا العنب ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الشمام. نجي هنا شوفوا البطيخ ما شاء الله، نوعين البطيخ، هذا من الأنواع الممتازة اللي تتميز فيها مزارع تبوك وتنتج مزارع تبوك، انتاج طيب وانتاج ممتاز جدا. شوفوا الشمام، هذا خير البلد ونعمة نحمد الله سبحانه وتعالى على هالنعمة على هالخير. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، في أمان الله.